وانت دكتور؟ انا نائب رعايه حالات حرجه بقسم البطنه. ساعه الحادثه كان لسه عيان داخل الرعايه عندنا في رعايه البطنه. كان عيان عامل منظار وكان دخل في نوبه من التشنجات ساعه الحادثه بالظبط. فكنت لسه مستلم العيان ده وانا كنت شغال عليه. ما كانش ينفع يتنقل كده بالصوره اللي يعني هو فيها. المريض اللي كان تحت ايد حضرتك اصلا عنده حاله تشنجات؟ الحمد لله عرفنا نركب الانبوبه الحنجريه لانه هو كان محتاج انبوبه حنجريه. ركبناها حتى في الطرقه بتاعه الرعايه، يعني واحنا ماشيين بننقل المريض فنقلناها، ولكن بمساعده التمريض بتاع رعايه البطن تمريض محترم. استاذه منى اسمحي لي اضيف حاجه على الدكتور ايمن. انا طلعت عشان اطمن ان المسارات شغاله وبنفتش على خطه الاخ لانها ماشيه بانتظام. دكتور ايمن بعد ما نقلوا الدكتور ايمن بعد ما نقلوا الحالات من مكان الرعايه الحرجه رعايه البطنه في خطوه استباقيه للحريق قبل ما الحريق ينتشر لمكان اخر امن لحين نقلهم للرعايه الجديده اللي هيدخلوها، ودي كان في نفس الدور اللي فيه الدخان، لقيت باب مقفول في اسم البطنه، فتحت الباب لقيت اطباء الرعايه ومن ضمنهم دكتور ايمن. انا مش بقول دكتور ايمن لوحده البطل ده، انا بقول كل اللي انا شفته جوه كانوا ابطال، دكتور ايمن وكل الاسامي. انا فاهمه ومقدره، وكل زمايلكم وكل اللي بيشتغلوا في مستشفى الحسين الجامعي فاهمين انه اللي معانا نموذج لكل اللي حصل من كل العاملين والاطباء، يعني هم اكيد متفاهمين ده. انا لقيت دكتور ايمن وزمايله وشغالين على المريض، شغالين على المريض ورافضين ان هم يغادروا الا بعد تمام الاطمئنان على باقي المرضى. يعني هم فضلوا يشتغلوا على المرضى اللي هم نقلوهم من على اجهزه التنفس الصناعي في الناحيه الثانيه للطرقه الثانيه، ونقلوا الاجهزه معاهم عشان يسيفوا الاجهزه ويسيفوا المرضى ويشغلوا اجهزه الاعاشه لحين ما يجي فرق الطوارئ ليهم عشان تنقلهم لمكان ثاني. فضلوا قاعدين وسط الدخان بيدوا العلاج بيدوا كل حاجه للمريض. اخر ناس نزلوا كان دكتور ايمن ودكتور احمد الاشقر ودكاتره الرعايه بعد ما تمموا ان كل المرضى نزلوا، لدرجه ان هم اخر مريض كنا احنا اللي كانوا هم اللي بيشيلوه واحنا بنساعدهم فيه.